بين العباءات وفساتين الأعراس والأضواء، انطلق أسبوع دبي للموضة في دبي مول بمشاركة أكثر من 40 مصمم ومصممة من الإمارات والخليج ودول شرق أوسطية، وحمل مفاجآت لزواره، كان من أبرزها أول عباءة صديقة للبيئة صالحة بالكامل لإعادة التدوير، بالإضافة إلى مراعاتها لأحدث خطوط الموضة في العباءات. دانتيلا هي من بدايتها بتحضر دائما اشياء سبيشال للامراه الخليجيه وخاصه العبايات، فهيدا الموسم حضرنا لها للامراه عبايه صديقه للبيئه. هي العبايه ايكو 100% ناتشورال، من قماش طبيعي من قطن البامبو، وحتى الالوان ما فيهم الصباغ، ما في كيميكلز، كله طبيعي. وشوي كانوا سبيشل حتى يعني ما فيهم شك، ما فيهم شفتوا، وان شاء الله يعجبكم يعني العرض. من الدور اللافتة كذلك حضرت مجددا نوران للأزياء بعباءاتها لجمهور الإمارات، ناهيك عن دار الريايسة للأزياء للمصمم الإماراتي الشهير أحمد الريايسة المعروف بملك الفساتين، والتي قدمت تصاميم أنيقة رغم بساطتها. نحن عندنا يعني كل شيء فيك تقولي نفس الوقت سامبل، ونفس الوقت كمان في شيء غريب، يعني ما بنشتغل اشياء عاديه. شغلنا مركز اكثر شيء على طبعا فساتين الاعراس والسهره. الفساتين اليوم العرض كان تحت عنوان ذا كوين شو، ذا كوين بيرل. كوين بيرل اليوم ضمت كثير من الازياء اللي شوي فيها شيء من الغرابه، وبنفس الوقت اعتمدنا البيرل كستونز اضافه لشواروسكي. التول كان طاغي طبعا اضافه للدانتيل. الالوان خاصه الاصفر والبيج هي اكثر موضه اضافه للابيض. اعتمدنا بعض الالوان الثانيه، ولكن الاصفر والبيج والابيض هو اكثر شيء طاغي كان بعرضنا. عرض اليوم تصاميم جديدة للعيد وأشياء خفيفة، شغلات خفيفة للدوامات وعبايات استعمال يومي. ويستمر أسبوع الموضة في دبي حتى 28 من سبتمبر، ويشهد مشاركة كبيرة للمصممات الشابات مثل هيفاء السويدي ومنيرة وهيا مالك من دار هيفين وحصة الفلاسي وغيرهن، ممن يقدمن لأزياء خريف شتاء 2014 تصاميم سرها البساطة والأناقة.